كده بنسلق الفراخ، غسلناها حلو بالليمون وبالخل وغلوه وحشنا الريمه، ونحط ايه البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصل ورق لورا وكده، فلفل اسمر والسبع بهارات. كده بتسيب ايه بقى تستوي كده، بس ايه ما نغطيش عليها قوي عشان ما تكوش. كده استوت، هطلعها بقى كده. هحمر المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الملح، نحط الملح، المكرونه تبقى كلها حمر شبه بعضيها. نحط الشوربة. بسم الله الرحمن كده، نغطيها ونعلي عليها. وبعد يا حبايبي ما عملنا الفراخ، سلقناها نص سوا كده وحمرتها، وعملت المكرونه محمره ومعلقه سمنه وقلبت المكرونه، خليتها كده حمرا ورحت مزودها بالشوربه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واشكركم جدا جدا على الكومنتات اللي بتفتح النفس وتشجعني. أشكركم جدا جدا وأشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.